اهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الاخباري. نفى مصدر من قوات حمايه درنا سيطره ميليشيات الكرامه على ما تبقى من احياء المدينه. وكد المصدر للتناصح تواصل الاشتباكات المسلحه في احياء المدينه القديمه والمغاره ومحور القلعه بشيحه الشرقيه وحي جبيله وسط درنا، مشيرا الى ان افراد القوات استعادوا نقاطا انسحبوا منها السبت جراء القصف المدفعي على المدينه والذي اسفر عن دمار كبير في البنيه التحتيه والممتلكات. بدورها أفادت مصادر إعلامية بمقتل 15 عنصرا على الأقل من ميليشيات الكرامة خلال الاشتباكات التي تشهدها مدينة درنا. وأضافت المصادر نقلا عن أحد عناصر قوة حماية درنا أن الضربات الجوية التي تتعرض لها المدينة خاصة على أحياء المغار والمدينة القديمة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من قوة حماية المدينة. أكدت مديرية الأمن الوطني ترهون إلقاءها القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح دول أجنبية. المديرية على صفحتها الرسمية الاثنين أوضحت أن الشبكة تضم شخصا من المخابرات المصرية وآخرين ليبيين على صلة بما يسمى بعملية الكرامة. وأضافت المديرية أن المقبوض عليهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات أمنية وعثر بحوزتهم على حقيبة متفجرات وأجهزة حاسوب وأوراق أخرى بحسب المديرية. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيق أن ليبيا ترفض وجود معسكرات توطين للمهاجرين غير النظاميين داخل البلاد وفق قوله. وأكد معتيق في مؤتمر صحفي رفقة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن ليبيا لديها برنامج وطني لحل أزمة الهجرة، مضيفا أن المساعدة الأوروبية في هذا الملف يجب أن تكون ضمن هذا الإطار. هذا وعلق السفير الإيطالي في ليبيا جوزيفي بيروني بمناسبة زيارة وزير الداخلية ماتيو سالفيني قائلا أن ليبيا وإيطاليا تواجهان بعضهما بعضا وليس هناك من يهتم باستقرار وتنمية في ليبيا أكثر من إيطاليا وفق قوله. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله.